الطاقة العامة لهذه القراءة؟ أنت في طاقة تغييرات جذرية شاملة حصلت في حياتك، ربما تغييرات إيجابية وربما تغييرات سلبية، فهذه التغييرات قد جعلتك في وضع آخر غير معتاد عليه، ربما حصل انفصال، ربما طلاق، ربما زواج، ربما قد حصلت على أولاد، على أطفال جدد، ربما غيرت مهنة كنت فيها وغيرتها. إذن تغييرات شاملة جذرية غيرت حياتك. ربما قد تعرضت ربما كنت متزوج وقد تعرضت إلى قضية طلاق بينك وبين الزوجة، وأنتما الآن في محكمة، وأنت الآن معلق في هذه القضية، أو أن هذه القضية لم حتى الآن لم يطلق عليها الحكم النهائي، فأنتما الآن في بينكما قضية في محكمة، وأنت حزين جدا على هذه الخسارة التي حصلت لك من جراء هذا الطلاق. أو إذا كنتما غير متزوجين فهذه أو انفصال قد تم انفصال بينك وبين الشريك، فقد يكون هذا الشريك طالبا منك العدل، فهو يشعر بأنك ظلمته وهو الآن حزين جدا للفراق. طاقتك لهذه القراءة، أنت الآن تعيش حرا، وهذه تنطبق على هذه القراءة أيضا، فأنت قد حصلت تغييرات جذرية في حياتك كما قلت، وأنت الآن تعيش حرا. ربما حصل انفصال، كنتما في علاقة زواج أو كنت في ارتباط، وأنت الآن حصلت على حريتك وتعيش لوحدك في حياة مستقرة ماديا. أنا أشعر بأن هذه البطاقة تعيش في حياة مادية مستقرة. بالمناسبة الأبراج معنا هو برج العقرب وبرج العذراء وبرج الحوت وبرج الثور، والطاقات الهوائية المائية الترابية، ولا يوجد عندنا طاقة نارية. إذا أنت تعيش في طاقة لوحدك، أنت حصلت على حريتك، وأنت الآن تعيش في حياة مستقرة، عدت إلى عزوبيتك. والحبيب في وضع اتخاذ قرار، فهو محتار بين أمرين، ربما في علاقة ثلاثية، هو محتار بينك وبين الطرف الآخر، إن كان يختارك أنت أو يختار الطرف الآخر، وهو متواصل بالروح معك، يشعر بك جيدا، هو يحبك، وهو يبدو أنه قاطع معك بالكلام هذه الأيام، لا يتكلم معك أبدا، ولكنه في وضع اتخاذ قرار. مشاعرك باتجاه هذا الحبيب، أنت تشعر بأن الحبيب قد قطع معك الكلام وأخذ قراره بالانفصال عنك، وأنه أصدر الحكم بكامل عقله وبكامل إرادته، وصدر القرار بأنه لا يريد البقاء، أو بأنه قد ربما قد قال كلمة أنت طالق، أو أصدر حكم الطلاق، وهو الآن متعب جدا كما نرى. الآن هو متعب جدا من جراء ما حدث، هو معلق، لا يستطيع أن يفك نفسه، لا يعرف ماذا يفعل في هذه العلاقة، فهو حزين جدا لهذه الخسارة الكبيرة. ربما تعرض إلى تكلم هذه الكلمة وقال كلام ندم عليه لاحقا، وأنت تشعر بهذا الأمر. هو يشعر بأنك أنت كنت تخفي عليه أسرارا كبيرة، وبسبب هذا الغموض الذي كنت فيه قد قال ما قال، وهو يشعر أيضا بالحيرة من هذا الشيء،
فهو محتار، إما أن يصدقك أو أن يصدق نفسه. فربما كانت أسئلة كثيرة تدور بينكما، لماذا عملت هكذا وأنت كنت تخفي عليه شيئا معين، أو بسبب علاقة ثلاثية كانت، لماذا تأخرت عن المنزل احتمال، فهو كان يخفي عليك حقيقة أنه كان في علاقة ثلاثية، وهو الآن بعد ما حصل بينكما انفصال فهو جدا نادم على هذا. هذه الورقة تدل على أن نواياه هو الرجوع إليك إذا كنتما منفصلين، فهو جدا يحن إليك ويحن إلى الأيام والذكريات الجميلة التي جمعتكما مع بعض. ربما هذا الزواج يكون من وقت طويل وبينكما أطفال، فهو يحن إليك ويحن إلى أطفاله ويحن إلى لم جمع العائلة من جديد، وهو ينوي على هذا، هو بالفعل ينوي على هذا. وإذا كنتما في علاقة انفصال، هذه العلاقات، هذه القراءة بالأغلب للمنفصلين أو للمطلقين أو للمنفصلين، أو ليست علاقة كراش لأحد جديد. هذه القراءة لناس متزوجين وقد حصل بينهما انفصال، أو مرتبطين وقد حصل بينهما انفصال. فإذا هو ينوي على العودة إليك إذا كنتما متباعدين، أكيد أنتما متباعدين، هو ينوي على العودة إليك والرجوع، ولكن خطوته القادمة هو لا ينوي أن يتصرف في هذه، على الأقل في هذه، نحن نعطي طاقة 10 أيام بهذه القراءة، على الأقل في هذه الفترة هو لا ينوي أن يعمل أي شيء. هو خطوته القادمة أن يجلس ويجلس مع أحزانه ويراجع نفسه ويحاسب نفسه على الشيء الذي تحطم بسببه. هو ربما حصل شيء بسببه، هو قطع هذه العلاقة بيده، وهو الآن نادم جدا وحزين لما فعل، ولا ينظر إلى أي، في هذه الفترة احتمال بأنه لو كان في علاقة ثلاثية، هو الآن وحيد لا يريد أي أحد، وهو حزين للأمر الذي حصل بينكما، هو نديم ندمان كما قلت على الخسارة، على الخسارة التي حصلت بينكما، هو يشعر بالخسارة والحزن والألم. هذه هي نتيجة القراءة، نتيجة القراءة أنه سيبقى كما هو، سيبقى هذا الشخص، هذا الشخص جدا جدا حزين، يعني أنه لا يقدر على النوم، لا يستطيع أن ينام بسبب الأمر، هذا الأمر يؤرق مضجعه ولا يسمح له بالنوم. هو يفكر كثيرا، وهذه الأفكار قد سببت له ربما ألم في الرأس أو اضطراب نفسي، هو لا يستطيع النوم أبدا. هذه القراءة جدا حزينة، هذا الشخص جدا متعب بسبب هذا الفراق وبسبب هذا ربما الانفصال أو الطلاق، جدا متعب، وهو جدا ندمان على ما حصل. هذه نصيحة القراءة، نصيحة القراءة، إذا كنت أنت تريد أن تبقى وحيدا فابتعد عن هذه العلاقة إلى الأبد. أما إذا كنت لا تريد أن تبقى وحيدا وتريد أن ترجع أو تعود إلى هذا الشخص، فحاول أن تخرجه من هذه الطاقة السلبية التي هو فيها. هو في وضع لا يرثى عليه، هو في وضع جدا صعب، جدا صعب، يحس بالفقر، بالحاجة، بالجوع، بالعدم الاستقرار، يحس بالبرد، بالضياع من دونك، هو جدا حزين بدونك. أنت بالنسبة إليه في هذه القراءة، أنت تشكل له كل حياته، وهو لا يقدر على العيش بدونك. هذه القراءة جدا حزينة، وربما حصل هذا الانفصال أو هذا الطلاق بسبب كلمة معينة قد قالها وغضب في لحظة غضب، أو تصرف أو أي شيء حصل بينكما، أو بسبب علاقة ثلاثية. هذا الأمر كله يتغير ويتحسن إذا كنت تريد أن ترجع، لأن هذا الشخص كما أرى جدا ندمان على ما حصل.
شكرا لكم مواليد برج السرطان على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.